قد سمعت ببيعة الموت؟ الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إنهم يموتون وإنهم ما يفرون أبدا مهما كانت النتائج. كان أمامهم جيش كبير وما معهم أسلحة، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إنهم يموتون. في قصة اليوم، قريش تقتل جمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد رفضهم الشديد لدخول مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرمى بالسهام والحجارة والنبال. كانوا الصحابة بيموتون من العطش، بس بسقة النبي صلى الله عليه وسلم وسهم من كنانته تسقي 1400 رجل من الصحابة بفضل الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال أبدا، جاي معتمر لمكة، بس بعد ما وصل خبر مقتل أحد المبشرين بالجنة تغيرت مجرى القصة تماما. هذه كلها راح نحكيها في قصة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالم. قبل ما نبدأ قصة اليوم لازم نراجع بعض الأحداث الأساسية من الحلقة اللي قبل كده واللي لها دخل في قصة اليوم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة معتمر ومتوجه لمكة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي، وكانت 70 من الإبل. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم للميقات، علم النبي صلى الله عليه وسلم الهدي عشان تعرف بأنها قربان لله وإنها ما تسرق أبدا، وعشان يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مو جايين للقتال، جايين للعمرة فعلي. بس هم في الطريق خرجت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ومنعتها تماما، وكانت ناوية على الدماء، كانت تبغى تقاتل، وكانت متوجهة للنبي صلى الله عليه وسلم. بس أول ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة طريق وعرة إلى منطقة اسمها الحديبية، وهناك حصلت بعض الأحداث العجيبة جدا. إذا تبغى تعرف تفاصيل القصة بالضبط والأحداث اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الطريق، تابع الحلقة الماضية. خذ لك شيء تاكل، ولا تنسى تتابعني على كل السوشيال ميديا، اكتب أنس أكشن وبإذن الله راح أطلع لك. من دون ما نطول، بسم الله نبدأ. بعد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المنطقة اللي اسمها الحديبية، وقفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم من دون أي سابق انذار. وقفت فجأة وكأنها ترى شيء أمامها. حاولوا فيها الصحابة أنهم يحركونها بس ما تحركت تماما. كانوا يظنون الصحابة بأن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم خلأت وحزنت، ولا أنها بدت تعاند، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف إيش اللي جالسة تشوف. كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ترى نفس الشيء اللي شافه في الأبرهة الحبشي، كانت ترى شيء عجيب لا يراه أحد إلا هي. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنها ما خلأت ولا هو لها بعادة، ولكن حبسها حابس الفيل، واللي هو نفس الشيء اللي شافه في الأبرهة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وقفت ناقته بأنهم ينزلون في نفس هذاك المكان. كانت الحديبية ما فيها ماء، كل أبارها جافة وفيها القليل من الماء، لكن ما يكفي 1400 رجل، يعني يكفي من 30 ل40 رجل، لكن 1400 رجل. فقالوا المنافقين ان محمد راح يقتلنا بحركاته هذه وينزلنا في مكان ما فيه ماء. بس صدمهم بان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج من كنانته سهم وامر بدلو، واعطى السهم والدلو هذا لصحابي اسمه ناجية، وامر النبي صلى الله عليه وسلم ناجية بانه يجيب ماء قليل من واحدة من الابيار هذه، كان فيها ماء قليل لكن ما يكفي 1400 رجل. وفعليا راح ناجية وجاب ماء قليل في هذا الدلو، جابه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدلو وتمضمض وبسق فيه، بسق في هذا الدلو، وأمر ناجية بأنه يكب ماء هذا الدلو في أحد هذه الأبيار ويحرك الماء البير بهذا السهم، يعني يخلط هذا البير بسهم النبي صلى الله عليه وسلم، يمزج الماء اللي توضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بماء هذا البئر، وحصل اللي ما توقعه المنافقين تمام. خرج ناجية بسرعة من هذا البير، وماء البير جالس يتزايد بشكل ملاحظ، بدأ البير يتكاثر أمام عيون الجميع إلى درجة أن هذا البير بدأ يفيض بالماء، يخرج الماء من هذا البير بشكل جدا عجيب، وبدأوا الصحابة يكبرون ويهللون
ويسبحون الله سبحانه وتعالى، وفي الجهة المقابلة المنافقين منصدمين من المنظر اللي شافوه. فبدأوا المنافقين يتكلمون مع بعضهم، بدأوا يقولون إيش اللي قاعد يصير، أما آن لنا أن نؤمن؟ هذه معجزة أمام عيوننا. لكن كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول قال: يا حبيبي، هذه عين انفجرت داخل البير، لكن أنتم مجانين، تحبون تهولون الأمور وتجعلون من كل شيء معجزة. قد رأينا مثل هذا قبل. بس بعد ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيبهم لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم من فعلتهم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الحديبية في هذه المنطقة، جالسين يشربون في هذه الماء ويفكرون في إيش الخطة الجاية وإيش اللي بيسوونها بالضبط. يشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم. بس بعد فترة بسيطة نزلت أمطار عليهم رحمة من الله سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى يبشرهم بأن الله معهم. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم بهذه الأمطار، وعلموا بأن اللي جالس يصير لهم رحمة من الله. كانت الأمطار غزيرة جدا إلى درجة أن أرجلهم غاصت في الماء. طبعا الصحابة استبشروا، لكن المنافقين كعادتهم لازم يقللون من كل شيء، وقالوا هذه مي رحمة من الله ولا شيء، هذا فصل الخريف يا جماعة الخير، وهذه أمطار الخريف. بس في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ رد الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرت بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وركز معايا يلي يؤمنون بالأبراج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مطرت بفضل الله فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني اللي قال أن هذه أمطار الخريف، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. أعتقد أن هذا الحديث يقطع الشك باليقين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خيموا في الحديبية وجلسوا فيها ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى وينتظرون فرج رب العالمين، ولا زالوا صاملين على أنهم يعتمرون، وأي واحد يوقف في طريقهم راح يقاتلون. كان هذا رأي هم وهذا اللي ماشيين عليه كله. كان في شجرة موجودة في الحديبية، شجرة كبيرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكنسون اللي تحتها ويرتبون اللي تحتها، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تحت هذه الشجرة وخطب فيهم وقال فيهم الحديث المشهور: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. كان هذا الحديث المشهور تحت شجرة الحديبية. كان في حارس للنبي صلى الله عليه وسلم غامض ومدجج بالأسلحة، كان لابس الحديد من رأسه إلى رجوله حتى إن وجهه كان مغطى بالحديد. كان هذا الشخص اسمه المغيرة بن شعبة، اللي يشوفه ما يعرفه، كان عظيم الجسد، ضخم البنية، يحرس النبي صلى الله عليه وسلم من أي أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محرم ولا يقدر يدافع عن نفسه. فكان المغيرة بن شعبة غير محرم في ذاك الوقت وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد هذه الخطبة جلس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينتظرون أمر الله وفرجه، إلا بشخص يمر عليه رجل من خزاعة مسافر، كان جاي من تهامة. قد مر هذا الشخص بقريش وشاف جيوش قريش وكيف إنهم مدججين بال أسلحة واقفين أمام مكة. كان هذا الشخص اسمه بديل. كان بديل هذا مستغرب من أمر قريش، إيش فيهم خارجين وشادين هذي كذا، إيش فيهم خارجين بالأسلحة؟ بس لقي جواب لسؤاله بعد ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وشافهم محرمين كله وقريش مدججة بالأسلحة، فعرف أن بينهم أمر. فوقف عند النبي صلى الله عليه وسلم يحذره عن أمر قريش، وكان لسانه وقع شوي. قال: يا محمد، لقد اغتررت بقتال قومك، والله ما أرى معك أحد له وجه، وجيهكم مي وجيه قتال، مع أني أراكم قوما لا سلاح معكم. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقال كلمة الحقيقة ما بقدر أقول لكم إياها، لكن راح أقرب لكم المعنى. بمعنى كل تراب لتفقد راسك وتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يا وقح. قال بديل: من هذا؟ من أنت عشان تتكلم؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبو بكر رضي الله عنه. قال بديل: أما والله لولا حق لك عندي لأجبتك. يا جماعة الخير، أنا ماني بضدكم، لا أنا ولا قوم، وإن عندي محمد أحب إلي من قريش، والله العظيم إني مريت على قريش وشفتهم مدججين بالأسلحة، وإني جاي لكم ناصح، والله ما رأيت في قريش وفي عيونهم إلا الموت، ولكن إذا تبغون رأيي أنا راح الحين أرجع لقريش أشوف إيش اللي معه. وفعليا رجع بديل لقريش يبغى يكلمهم
ويشوف إيش اللي معه. ووصل بديل هذا إلى قريش وقال إيش معكم على معه؟ وش فيكم مدججين بالأسلحة؟ الرجال معتمر جاي يعظم البيت. قالوا قريش مالك دخل أنت وخليك في دهب، مال أمك دخل، لا تدخل في أمور مالك فيها. فقام واحد من قريش قال يا جماعة الخير خلونا نسمع الرجال، دوبا كان عند محمد، خلونا نسمع الرجال دامه راجع من محمد ممكن جايبنا خبر أو شيء. فقال بديل الرجال مو جاي للقتال، هو جاي يعتمر، وانتم شادينها عليه، خلوا الرجال يعتمر، انا رأيت الهدي بعيوني، والله مو جاي قاتلكم. فقالوا قريش حتى لو جاي للعمرة فقط، مو داخل البيت يعني مو داخل البيت زي ما قلنا لك، وانت يا بديل خلك في تهامة، يرحم لي والدي والدي، لا تتدخل في امور مالك فيها. قال بديل والله ما رأيت اشد من روسكم، في روسكم حب ما انطح، انتم تعاملون بيت الله كأن بيتكم، هذا بيت الله خلوا الرجال يعتمر. زاد كبر قريش وقالت لها انقلع يا بديل وما مالك في السالفة. فراح بديل وسحب على السالفة كاملة وخرج منها. زاد كبر قريش فراحت إلى قبيلة اسمها الأحابيش، وكانت هذه القبيلة يعظمون بيت الله، وقالوا لهم إن محمد يغزونا في بيت الله يا الأحابيش، فزعتكم يعني، شوف الكذب كيف وصل فيهم. فقامت الأحابيش اللي يعظمون بيت الله وقالوا لا حنا معكم، هذا بيت الله. وتحالفت الأحابيش مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم. زاد خبث قريش وعنادهم، وقاموا يرسلون 40 فارس من فرسانهم يطوفون على معسكر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأذية كيف وصلت فيهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مو جاي للقتال، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذول 40 فارس من فرسان قريش، توجهوا لمعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. طبعا كانوا يطوفون على النبي والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم ولا يحس بوجوده، وكانت عيون قريش ممتدة من الحديبية إلى مكة، يتناقلون الخبر من شخص لشخص زي السلسلة إلين توصل لقريش. لو قام محمد صلى الله عليه وسلم من مكانه وصل خبر قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش عبر هذه العيون. ومو بس كذا، قريش اتخذت خطوة ثانية وبدت ترسل رجال من قومها يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون للنبي إنك تراجع أحسن، يخوفونه بقريش وبأنهم تحالفوا مع قبائل العرب. وكان من اللي أرسلتهم قريش رجل اسمه مكرز بن حفص، توجه هذا الرجل إلى الحديبية، فأول ما وصل خبر مجيئة للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي هذا رجل غدار. وصل هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع النبي وحاول يخوف النبي صلى الله عليه وسلم بقريش وإنهم خرجوا للموت. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم إنهم مو خارجين للقتال أبدا، إنما خرجنا معظمين لبيت الله سبحانه وتعالى، واللي بيوقف في طريقنا راح نقاتله. فرجع هذا الرجل إلى قريش وأخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأحابيش هنا بدوا يشكون في تصرفات قريش، شكوا في تصرفاتهم وكأنهم مخبين شيء. حسوا الأحابيش أن في عيون قريش شيء من الكذب، العرب زمان كانوا فطينين، فحسوا الكذب في قريش ورأوا في عيونهم الكذب والغدر. وزي ما قلنا إن الأحابيش كانوا يعظمون بيت الله ويعظمون زوار بيت الله، فقامت الأحابيش وأرسلوا سيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتأكدون بنفسهم، يبغون يتأكدون من محمد بنفسهم ويكلمونه ويشوفون هل قريش فعليا صادقة ولا هم جالسين يكذبون. كان اسم سيدهم الحليس ابن علقمة، طبعا قريش ما كانوا يعرفون، يعني أرسلوا سيدهم بالدس. فانطلق سيد الأحابيش إلى الحديبية، فأول ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي جايهم من الأحابيش، عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم يعظمون بيت الله ويعظمون زواره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كان مليء بالحكمة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم سلم الهدي وخلاه على أطراف الحديبية عشان أول شيء يشوفه هذا الرجل اللي جاي من الأحابيش اللي هو سيد الأحابيش يشوف الهدي. فيعرف سيد الأحابيش بأن النبي صلى الله عليه وسلم مو جاي للقتال، جاي تعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى، فخلى الهدي فعليا أمام عينه. فأول ما شاف سيد الأحابيش الهدي انصدم وعرف بأن فعليا محمد جاي يزور بيت الله، وأن قريش كذبت وغدرت، وأن مو هذا الشيء اللي قالوا لهم قريش، قالوا لهم بأن النبي جاي يغزوهم في الحرم. فسيد الأحابيش ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما شاف الهدي عرف بأن قريش هي اللي كذبت مو محمد، قف على طول ورجع لقريش، رجع لقريش وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقتناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له والذي نفس حليس بيده، لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالت قريش مه
مه يا حليس كف عنا كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. لا تدوشنا يا حليس. فقام حليس قال هذا آخر ما بيني وبينكم، ما على هذا حلفناكم بكيفكم، سووا ما بدا لكم، ما نفعل لبيت الله ما فعلتم. بيت الله هو بيت الله، لا تملكونه ولا تمنعون أحد من زيارة بيت الله. فرفضوا محالفتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا انكسرت شوكة قريش شويتين بعد انفصال الأحابيش عنهم، فقاموا يتناقشون مع بعضهم، قالوا لازم ندفع محمد، من هو رجل كبير فينا، نبغى نرسل رجل كبير فينا إلى محمد يخوفه فعليا ويصده عنا. من هو؟ عروة ابن مسعود، عروة ابن مسعود عم المغيرة اللي أسلم مغيرة ابن شعبة، خلونا نرسله عسى يدفع محمد عنا أو ننال به من محمد شيء. ففعليا أرسلوا عروة ابن مسعود اللي هو عم المغيرة ابن شعبة، اللي هو واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مدجج بالأسلحة، اللي مقنع بالحديد. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه، فدخل عروة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل على النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ كيف الصحابة يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم، يعاملونه معاملة غريبة. عروة بن مسعود قد دخل على ملوك كثير بس تعجب من اللي شافه من الصحابة، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعجب، رأى هذا الشخص اللي مدجج بالحديد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، حاول يخوف النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريش مستعدة للقتال، لبست جلود النمور، خرجت بأولادها ونساءها، وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بشور، قال له يا محمد لا يصبح الصباح إلا وأنت راجع للمدينة، نصيحة لك تراجعوا أحسن لك، والله ما أنا لكم إلا بناصح. فقام أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طبعا قال كلام ما أقدر أقوله لكم لكن راح أترجم، قال له شورك هذا تعرف وين توديه، ما احنا راجعين، حنا بنزور البيت، يعني بنزور البيت واللي بيوقف في طريقنا راح نقتله. سكت عروة ما قدر يرد على أبو بكر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم واقف وساكت وأبو بكر هو اللي جالس يتكلم. شوف الصحابة كيف يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. سكت عروة وأخذها الخوف، ما قدر يرد ولا قدر يتكلم، وهنا بدأ يخاف وبدأ يتوسل للنبي، بدأ يطلب النبي ويلمس لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، يلمس لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مغيرة يضرب يده، مغيرة بن شعبة اللي واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم كل ما مد يده عروة بن مسعود يضرب يده، فيقوم يتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم، يلمس لحية الرسول صلى الله عليه وسلم والمغيرة يضرب يده. طبعا المغيرة يعرف ان هذا عروة عمه، هذا عم، جلس يضرب يده، فقام يلمس مرة ثانية لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده المغيرة وقال أكفف يدك عن رسول الله قبل أن لا ترجع لك، وقف عن لمسها قبل ما ترجع لك مرة ثانية. نظر المغيرة قال من هو ذا، ذبحني ذا كل مرة يضرب يدي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ولد أخوك، هذا ولد أخوي، تقصد المغيرة الغدار، قد ذبح منا مدري كم، آخ يا هذا البزر، آخ يا صغارنا والله العظيم، وحنا شيبان يضربون يدينا بهذه الطريقة، آه بس يا شق بطني. فقفى عروة بن مسعود وخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملاحظ كيف أن الصحابة يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل عند قريش وقال لهم إني والله قد جئت كسرى في ملكي وقيصر في ملكي والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، يضعون رقابهم دونه، والله لا يتوضأ محمد إلا وأصحابه أصحابه يأخذون من وضوئه، ولا تطيح منه شعرة إلا ويتضاربون عليها من يأخذ الشعر، ولا بسق إلا تسابقوا من تقع عليه. أما أنتم يا قريش فروا رأيكم، أنا مالي دخل في السالفة. بعد ما توتر الأمر وصار الأمر غامض، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية لقريش، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه جمل من جماله، جمل كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوجه خراش لقريش. بس أول ما شافت قريش جمل محمد صلى الله عليه وسلم جاي من بعيد قالوا هذا محمد، إيه نعم هذا محمد يبغى يجي قاتلنا، هذا هو جمل محمد. أخرجوا قريش سيوفهم وهجموا على خراش، فقتلوا جمل النبي صلى الله عليه وسلم وسقط خراش على الأرض. قام خراش يبغى يهرب، كان يبغى ينجو بحياته، فانطلقوا قريش ورا خراش، فشافت الأحابيش اللي سوته قريش وهم يعرفون أنهم محرمين، فقامت الأحابيش تدافع عن زوار بيت الله، وزاد غضبهم على قريش، وقفوا أمام قريش تمنعهم من قتل خراش، وقالوا والله لو ما تكفون لا تصير حرب بيننا وبينكم، هذول محرمين ما يقدرون يقاتلونك. فهرب خراش
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينتظرون خراش، ينتظرون الأخبار تجيه، بس وهم على هذا الحال إلا بالسهام تمطر عليهم، السهام والحجارة من فوق الجبال تمطر عليهم. الأربعين فارس اللي أرسلتهم قريش اللي كانوا يطوفون على المعسكر تجرؤوا وبدوا يرمون السهام والحجارة، كانوا يخططون على إنهم يهجمون على النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا 40 رجل، وكانوا من الصحابة 20 فارس فقط غير محرم أو أكثر بشوي، فكانوا تقريبا 20 فارس من الصحابة ضد 40 من مشركين قريش. فانطلقوا عليهم الصحابة يمنعونهم ويقاتلونهم، فقاتلوهم إلين أسروهم كلهم، طبعا ما قاتلوا أحد منهم، أسروهم كلهم وجابوهم يسوقونهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبغى قتال، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ورجعهم لقريش، قال ارجعوا، عفى عنهم. شوف حلم النبي صلى الله عليه وسلم به. فرجعوا وهم أذلة، رجعوا إلى قريش. وصل خراش للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلاقط أنفاسه والخوف في وجهه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قتلوا جمله وأنهم كادوا يقتلونه. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عشان يرسله لمكة عشان يحل المسألة هذه، بس كان عمر يكره قريش كره عظيم جدا. كان بين عمر رضي الله عنه وقريش عداوة قاسية وشديدة جدا، حتى أول ما أسلم عمر كان يطلع لقريش يقول اجلدوني، اضربوا، أبا أحد يضربني، أبا أحد يقتلني. لهالدرجة عمر بن الخطاب كانت العداوة بينه وبين قريش. قال يا رسول الله إني أخاف أقاتل قريش، أخاف إني أتهور وأسأل وأقاتلهم، وقد عرفت قريش عدواني إياها وغلظتي عليها، ولكني يا رسول الله أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. وكان عثمان بن عفان من تجار الصحابة وكان له منزلة في قريش، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وأرسله إلى قريش يخبرهم بأنه لم يأتي إلى الحرب وإنما جاء زائر لبيت الله سبحانه وتعالى معظما له. وعثمان بن عفان في الطريق قابله رجل من قريش، أول ما شافه أجاره، عرف بأنه عثمان، وكان عثمان له قيمة ومنزلة في قريش، فدخل هذا الرجل إلى قريش وأجاره. فدخل عثمان بن عفان ووصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش وقال لهم أنا عثمان بن عفان والنبي صلى الله عليه وسلم آتي معظما للبيت لا يريد القتال أبدا. قالت قريش إن شئت يا عثمان أن تطوف في البيت فطوف به، طوف بها الحين، خل محمد حنا نتفاهم معه، أما أنت دامك يعني مجار طف بالبيت الحين، ما لك دخل في محمد. فقام عثمان بن عفان وقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقطع خبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس وصل خبر بأن عثمان قتل، بأن قريش قتلت عثمان بن عفان. بعد هذا الخبر انصدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على إنهم يبايعونه تحت الشجرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على إنهم يبايعون على الموت وإنهم لا يفرون أبدا. فبايعوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الموت كلهم، كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه في بعض، وكانت هذيك بيعة عثمان بن عفان. فبايعوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى إنهم لا يفرون أبدا. إلين هنا ما وصلنا لنهاية قصة اليوم، راح تكون على أجزاء لأن والله القصة هذه جدا عجيبة ومليئة بالأحداث، كان بإمكاني أسوي لها سكيب لكن ما قدرت والله العظيم، لازم أحكي لكم الأحداث بالتفصيل، فاصبروا معايا يا جماعة الخير لأن هذه القصة راح تكون على أجزاء. إلين هنا نشوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. جدك الغيث إذا الغيث هما يا جمال الوصل بالأندلسي، مضينا نبذل الخير وما نمت الأعين عند الغنسي.